مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معنا على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ليمتى. اليوم أول يوم في بداية الأسبوع، وبإذن الله يكون أسبوع خير علينا وعليكم بإذن واحد أحد. كالمعتاد مشاهدينا الكرام، اللي حاب يتواصل معنا في حلقتنا لهذه الليلة عندكم الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة، كذلك اللي حاب يطرح أي قضية أو أي موضوع في حلقات مستقبلية عندكم رقم الواتساب الخاص لفريق برنامج ليمتى. اليوم راح أتكلم عن دور اللجنة العليا لتعزيز الوسطية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وما هو الدور التي تقوم به، كذلك ما هي المسؤولية التي تقع على عاتق هذه اللجنة من عملية توعية الشباب من الانحراف الفكري، وما هي المبادرات اللي عندهم مستقبليا ليسعون في انطلاقها وتصحيح الفكر للشباب تحديدا. أرحب في ضيفي الدكتور عبد الله شريكة، أمين السر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية في وزارة الأوقاف. دكتور مساء الخير. عسى ربي يمسيك بالنور والمشاهدين أجمعين. حياك الله، وأنا شاكر لك على استجابتك لدعوة فريق برنامج ليمتى. بارك الله فيك. بداية خلينا نوضح للمشاهدين ومتابعينا ما هي الوسطية. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أولا أخوي بداح استأذنك بأن أقوم بالشكر للأخوة الكرام المعدين ولحضرتك كذلك ولقناة الشاهد على إتاحة هذه الفرصة. ثانيا، اللجنة العليا لتعزيز الوسطية لا تتبع وزارة الأوقاف، هي تتبع مجلس الوزراء مباشرة، ووزارة الأوقاف شريكة في هذه اللجنة ويرأسها بصفته دائما وزير العدل وزير الأوقاف، وإلا فاللجنة العليا تشترك فيها ست وزارات. الأولى الأوقاف والداخلية، وزارة التربية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشؤون، ووزارة الإعلام. من كل هذه الوزارات يوجد ممثل بدرجة وكيل مساعد تحديدا. نعم، منبثقة من مجلس الوزراء تحديدا. منبثقة من مجلس الوزراء. نعم، وتشارك فيها كل هذه الوزارات. هذه هي اللجنة العليا. طبعا أمينها العام الأخ الفاضل المهندس فريد أسد عمادي، وهو أيضا ممثل وزارة الأوقاف في هذه اللجنة. كذلك هناك أعضاء آخرون من خيرة الأعضاء الحقيقة، أمسي عليهم بالخير وأشكر لهم حرصهم واجتهادهم، وتحديدا الدكتور سعود الحربي وكيل وزارة مساعد في التربية، الأستاذ الكريم محمد العواش أبو عبد المحسن وكيل وزارة مساعد في الإعلام، كذلك الأستاذ الكريم يوسف اليتامى وكيل مساعد في وزارة الشباب، واللواء الدكتور فهد الدوسري ينضم إلينا مؤخرا من وزارة الداخلية، والأخ كذلك حسن كاظم من وزارة الشؤون. نعم، وكيل مساعد لا أدري أي قطاع بالضبط، لقطاع التعاون. نعم، كلهم الحقيقة يشكرون على ما بذلوا من جهود. إذا رجعنا إلى الشق الثاني في السؤال حول الوسطية، الوسطية التي ندعو إليها هي أن نطبق الإسلام كما أنزله الله بسماحته برفقه بالرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بشكل عام، تحديدا الموقف الصحيح من المخالف كيف نتعايش. نختلف أحيانا في أمور الدين، في أمور العادات، في التقاليد، لكن كيف نتعايش إذا كنا جيران؟ كيف نتعايش؟ الوسطية هي قبول الآخر، ومعنى قبول هنا أن أتعايش معه كما تعايش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع 3 قبائل يهودية، وكان معه من المنافقين في المدينة الجم الغفير، وكان يتعامل عليه الصلاة والسلام حتى مع غير المسلمين بمختلف أديانهم، النصارى كذلك الفرس يراسلهم ويراسلونه ويعقد معهم الاتفاقيات إلى آخره مما هو معلوم. فنحن ندعو إلى هذه الوسطية، ندعو إلى وسطية النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أكون واضح يعني أكثر، نحن لا ندعو إلى وسطية فيها تنازلات عن ثوابت شرعية أو ثوابت دينية، هذه الحمد لله ليست عندنا ولسنا بحاجة لها. نعم، لأننا إذا تمسكنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع العصاة، في تعامله مع المخالفين، في تعامله مع غير المسلمين، هذا الهدي يكون كافيا بإذن الله لتحقيق التعايش السلمي الذي عرف به أهل الكويت والذي يسعى له كل عاقل في هذه البلد على مختلف مشاربهم الدينية
العرقية وغيرها، الكل يسعى إلى هذا التعايش. أنا والأخ الكريم إبداح الهاجري نختلف في أمور دينية، نختلف في أمور عادات تقاليد، في غيرها في ثقافات. يبقى الأخ إبداح شريك لي في هذا الوطن، الأخ إبداح له عليه حقوق ولي عليه حقوق. الأخ إبداح إذا كان زميل معي في العمل أو كان جار لي في السكن، لا بد أن أؤدي الحقوق التي شرعها الله عز وجل للجيران حتى ولو كانوا من غير المسلمين. هذا ترى باختصار أخي إبداح، ولا الكلام يعني الاصطلاحي قد يطول في شرحه. يطول فيها. عندنا التقرير، نبي نشوف هذا التقرير مشاهدينا الكرام ونرجع مع ضيفنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا التقرير. دكتور عبد الله، يمكن في السابق كانت تسمى اللجنة مركز الوسطية أو لجنة مركز الوسطية، الآن اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، هل مسمى الاثنين تغير فيها شيء؟ هذه الحقيقة من الأمور التي لا تتضح لكثير من الأخوة. عندنا أولا اللجنة العليا للعمل على تعزيز الوسطية، هذه التي تتبع مجلس الوزراء. وهناك المركز العالمي للوسطية، هذا يتبع وزارة الأوقاف. المركز شيء واللجنة العليا شيء، وإن كانت اللجنة العليا تشرف على هذا المركز. طبعا المركز الآن تم تغيير مسمى من المركز العالمي للوسطية إلى مركز تعزيز الوسطية، وأصبح الآن رسميا له كيان قانوني. كان مالك وزارة الأوقاف، يتبع مكتب وزير الأوقاف، يتبعه تنظيميا، وإلا هو ينسق أعمال اللجنة مع بقية الوزارات الحالية، يقوم بتنفيذ المبادرات التي تصدر عن اللجنة العليا. فهذا شيء وهذا شيء. وهذا شيء، هذا يتبع مكتب وزير الأوقاف، واللجنة العليا تتبع مجلس الوزراء تحديدا. تحدثنا عن دور والمهام اللي تقومون فيه في اللجنة العليا. اللجنة العليا أبو خالد الله يهم من يتابعنا، شكلت في عام 2004. واللجنة العليا يعني أحيت أو تم تجديد تشكيلها في عهد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حفظه الله لما تولى وزارة الأوقاف. عاد تشكيل اللجنة من جديد. طبعا هذا متى حصل؟ هذا له الآن تقريبا سنة أو أقل، وكلف الأخ الفاضل الشيخ الكريم فريد أسد عمادي بالأمانة العامة للجنة، أصبح الأمين العام. طبعا جاء معالي وزير الأوقاف والعدل الحالي الأخ يعقوب الصانع جزاه الله خير، واستمر في الطريق الذي فتحه الشيخ محمد الخالد، وبدأ عمل اللجنة من جديد. لذلك الأخوة الكرام الذين أحيانا ينتقدوننا في تويتر أو كذا، يقول أنتم من 2004 شنو سويتم؟ إحنا من 2004 ما لنا علاقة في اللجنة، حاسبني على اللجنة من تاريخ يعني 2014 في أواخرها. هناك أشخاص آخرين مثلا في عام 2004، وكان عندنا طبعا كان في قيادة سابقة للمركز وللجنة بذلوا ما دورهم في وسعهم. بس ما كنتوا كأشخاص موجودين هناك، أشخاص غيركم؟ لا، في الإدارة ما كان كذلك. أنا في يوم من الأيام كلفت كباحث في المركز نفسه وتركته لأسباب كتبتها في تويتر. جميل. وفي فترة وجيزة كانت، لكن الآن لا، الآن الحمد لله اللجنة بدأت أولا بتصحيح الأخطاء الإدارية ووضع كيان قانوني لهذا المركز، وهذه طبعا كلها تعود يعني يعود الفضل فيها بعد الله سبحانه وتعالى للأخ وزير الأوقاف الحالي وللأخ الأمين العام. الأمين العام هو نفسه وكيل وزارة الأوقاف المساعد للشؤون المالية والإدارية، فعنده خبرة إدارية كافية لتصحيح مثل هذه الأوضاع جزاها الله خير. راح نتكلم إن شاء الله من خلال الحلقة عن دوركم والمهام اللي قمتوا فيها وأمورها. هذه اللجنة تركيزها فقط على الشباب أم هناك عينات أخرى مثلا؟ اللجنة تركز على كل شرائح المجتمع، لكن التركيز الأساسي على الشباب. ولذلك الوثيقة التي انتهت اللجنة من إعدادها بإشراف الأخ الكريم فريد وفقه الله، يعني هي تتكون تقريبا من 46 مبادرة، 30 مبادرة موجهة للشباب. الشباب لا يختلف أحد في أهمية تنشئتهم، التنشئة الصحيحة وحمايتهم فكريا من أي صور التطرف والإرهاب. اللجنة أخوي أبو خالد لهم يتابع،
ليس كما يظن البعض أنها تعنى فقط في قضية التطرف والإرهاب، لا، الوزير الحالي جزاه الله خير أدخل قضايا أخرى من صميم اختصاصات عمل اللجنة، مثل المخدرات، مثل بعض المظاهر السلوكية السيئة، لا تأخذوني في اللهو، مثل الجنس الثالث، البويات، اللجنة معنية في علاج هذه الظاهرة، حتى بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع مثل قضايا العقوق وغيرها، اللجنة تعنى بذلك. أنت إذا تبي تطبق الإسلام الصحيح ستعالج كل هذه الأشياء. وطبعا اللجنة يعني الحمد لله الأخوة عندهم واقعية كبيرة، ما حد يقول ترى احنا خلاص راح نقلب لكم الدنيا وراح نقلب لكم المجتمع، لا، هذا الكلام لا يقوله عاقل. نحن سنبذل ما في وسعنا في هذه اللجنة وسنسعى للتعاون مع كل الجهات، حتى الوثيقة اللي صدرت وتم الاتفاق عليها واللي عرضت على 400 جهة أو أكثر، عرضت على كل أعضاء مجلس الأمة وعلى كل السادة الوزراء وعرضت على كل الوزارات وكذلك الجهات المعنية، معنا صح؟ الجهات المعنية، وأخذنا ملاحظاتهم بكافة شرائح المجتمع بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات الخيرية، المبرات، الجمعيات الثقافية، وقعدنا مع بعضهم وناقشناهم والحمد لله. يعني خذيتوا جميع الآراء، ما حجبتوا رأيكم أنتم كفقط في هذه الوثيقة. ومن المهم أن هذه الوثيقة وهذا اتفاق أيضا ينبه عليه دائما الأخ الوزير، أننا نخرج إلى عمل لا يتغير بتغير الأشخاص. اليوم سياسة واحدة، نعم، يكون خطة عمل وثيقة لا تتغير بتغير الأشخاص، نعم، حتى لا نقع في أخطاء متكررة. اليوم عبد الله شريكة موجود، باكر راح، الخطة موجودة. اليوم معالي الوزير موجود، باكر راح، الخطة موجودة. تغير أعضاء اللجنة، خلاص الخطة كلهم اتفقوا مثلا على الآراء، على الأهداف، على الاستراتيجية اللي أنتم حاطينها لهذه اللجنة؟ نعم، فيما رأينا الكل متفق على هذه الأشياء. طبعا جاءت ملاحظات، نعم، من بعض المبرات، ما في باس، سواء مبرات سنية أو مبرات شيعية أو كذا، رسلناها للجميع وعدلنا ما يعني رأينا أن المصلحة فعلا في تعديله. قد نختلف في آراء معينة أنا وأحد الأعضاء أو بعض الأخوة الأعضاء، لكن نخلص إلى قضية هامة لأن الهدف واحد. نعم، يمكن دكتور حتى الرأي هذا اللي أعطاك إياه أو الملاحظة ترقي وتعدل العمل للجنة. استفدنا منها إنصافا في بعض الأشياء، في بعض الملاحظات، في الألفاظ، في غيرها، استفدنا الحمد لله. واصل فكرة دكتور. من خلال عملكم يعني عام ونص، في هناك شباب مثلا منحرف فكريا في دولة الكويت؟ هل هناك في شباب مثلا متطرف بسبب اللي قاعد نشوفه في الآونة الأخيرة؟ أنت أخوي أبو خالد لو سألت هذا السؤال شو راح تجاوب فيه ولا ما فيه؟ أنا قاعد أسأل، أنا ما جاوب. أي واحد يدرك أنه فيه مع الأسف، أليس كذلك؟ نعم. وفي على مستويات مختلفة، والداخلية جزاهم الله خير بين الفينة والأخرى يكشفون عن بعض الخلايا وبعض الأشياء وبعض الأمور. صحيح أن بعض الأفعال اللي وقعت لا علاقة كبيرة الكويتين فيها، لكن وجود شخص يسهل أو حتى شخص يؤيد هذه الأفكار بتويتر، هذا أمر يحزننا نحن. والكويت ليس مجتمعا ملائكيا، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم حصل من بعض الصحابة شيء من الأخطاء والذنوب، كل الأنبياء على هذا الحال. اليوم أخوي بداح مو بس الكويت، دول عظمى تعاني من نفس المشكلة، تعاني من وجود أمثال هذا الفكر المنحرف على كافة الأديان ترى والطوائف، مو بس على جهة محددة على المسلمين فقط، لا. أنا شاركت في بعض المؤتمرات في الخارج وهذه موجودة، الكل يعاني منها، لكن بفضل الله في الكويت النسبة قليلة أو ضئيلة، قليلة بالنسبة لمن هم على إن شاء الله الخير. وأنا ما أتكلم فقط عن المتدينين، أتكلم بشكل عام. لأن أحيانا يأتيك شخص مو متدين بس يؤيد هذه الأفكار، صحيح، يتعاطف مع هذه الأمور. ونحن أخوي أبو خالد لا نركز فقط على المتلبسين بهذا الفكر، الأهم عندنا، لأن بعض الأخوة يقول لك أنت راح تسوون لهم، إحنا مو ليسوا هؤلاء الأهم الشرائح التي تحتاج إلى وقاية. لأن المشكلة وين؟ أن يجيك شخص اليوم تدين
بعد أسبوع سافر للجهاد بزعمه كما بينوا له. هذا لو كان عنده ثقافة قبل أن يتدين وقبل أن يحصل لغسيل الدماغ ولو بسيطة، ولو تعرض عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن، في حقوق ولي الأمر، في ضوابط الجهاد، في خطورة الدماء وخطورة القتل، خطورة ترويع الآمنين، قد تردع بإذن الله. وهذا حصل الحمد لله. وكثير أيضا من الذين تلبسوا بهذا الفكر بعضهم تحسن تماما وبعضهم لا، صار عنده تشكك في هذا الفكر، ولذلك ترى كثير منهم مفضل. يمكن دكتور تتفق معي أن النسبة عندنا في دولة الكويت ضئيلة، ما أستطيع أحدد لك، لكن كم كنسبة نقول ليست مقلقة. نقول في الآونة الأخيرة في الشرق الأوسط بمعنى أصح أو في العالم بشكل عام هناك غسيل أفكار الشباب بتوجيههم آراء لأشخاص بالخفة. نقول في السابق كذلك أن كان هناك أعين تراقب في دولة الكويت عبر الجهات الأمنية. الآن يمكن العالم انفتح أكثر والإعلام الجديد فتح أكثر والتواصل الاجتماعي والفيسبوك والواتساب والإيميلات وأمور كثيرة قاعدة توصل دون أن يلتقي، أن هناك شخص يعني يحط أفكاره وهناك من يقرأ ويعني ينحدر صحيح. مع هذه الأفكار أو يتجه مع هذه الأفكار. تعتقد دكتور أنه بسبب الإعلام الجديد، تطور في الإعلام، قدر خلوا هذا المتطرفين أن يوصلون لشريحة من الشباب يوصلون لهم؟ بلا شك، هم اليوم وسيلتهم العظمى هو الإعلام. مقطع فيديو واحد يخاطب ويحاكي عواطف هؤلاء الشباب قد يقلب لك هذا الشاب رأسا على عقب. كم من مرة عقلاء ونخب المجتمع تتغير عندهم الآراء بسبب مقالة واحدة، صح؟ وأحيانا مقطع فيديو واحد، مثل الحين شفت المقطع اللي عرضتوه قبل قليل، جزاكم الله خير، بمثله وأقل وأحيانا أكثر تنقلب عقول الكثيرين من الشباب. ولذلك هم اليوم ما وجدوا بضاعة أو ساحة لترويج بضاعتهم مثل الإعلام، وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي. وترى هم أخوي أبو خالد ليس فقط أنهم يعرضون ما عندهم وخلاص، لا، يجندون الشاب، يعتبرون صيدة لهم إذا شافوه متعاطف وياهم. زين، أنا عندي حساب معين أشوف إبداح لسهلي عسى الله حفظه ضافني، أبدأ أضيفه أو أضيفه بحساب ثاني، هكذا يفعلونه، وأبدأ أتواصل معاه، شلونك عساك طيب، شفت ايش سوى الطواغيت، شفت ايش سوى الحكام، الظلمة، الزنادقة، الكفار، شوف المسلمين في كل مكان يقتلون، الأبرياء في كذا وكذا، وشوف كذا، وهذولا ساكتين وهذولا يعقدون اتفاقيات مع الكفار ويوالون أعداء الله عز وجل، وعلماء السلطان يسوغون لهم. وبعدين يبدأ يغذي بمواقع في الإنترنت، روابط، يعطي رابط يقول له شوف هذا المقال، اقرأ، ترى مقال متعوب عليه وبحث عظيم جدا. يروح يقرأ المقال، ينغسل مخه. المقال قد يكون فيه بتور للكلام، تحريف لكلام العلماء، إخفاء لبعض الأدلة بطريقتهم المعهودة. ثم بعد ذلك هذا الشاب تجده بعد شهرين تغير. لذلك أنا خلني أغتنم هالفرصة، عسى الله لا يحرمك لجل أبو خالد، أقول لأولياء الأمور ترى إذا شفت الإبن بدأ يكثر من سماع أناشيد الجهاد وكذا، احذر، ترى بدأت الفتنة قد تصيب الإبن. إذا شفت الإبن بدأ يطعن في العلماء، إذا شفت ولدك قام يطعن في العلماء وعلماء سلطان وفيهم وفيهم، أيضا احذر. إذا شفت قام ما لهم إلا أنه يطعن وسب الحكام وكذا، احنا ترى ما ندافع عن الحكام، الحكام فيهم الزين وفيهم الشين، احنا مو مسؤولين عنهم، بيسألهم الله كلهم. لكن أنا أنبه على بعض العلامات، إذا شفت هذه الأمور ابدأ، إذا سمعت الولد بدأ يكرر عبارات الزنادقة، هذه أول المؤشرات، هذه مؤشرات أن الولد والعياذ بالله بدأ. إذا شفته يتهاون، هو مع أنه دين بس يتهاون في الصلاة في المسجد، جميل، أيضا خاف عليه، لأن بعضهم يرى أن هذه المساجد مساجد كفار، احنا كنا مرتدين، أمة مساجد وغيرها ما جت الصلاة وراهم، وبعضهم لا، أخف من هذا العقلية مالتهم أو المتطرفين. نعم، قالوا لا تمشي وراء هذا أمة المساجد، إن هذيلا باعوا دينهم بالدنيا، وهؤلاء شر الدنيا أبواق الحكام، وهؤلاء أبواق السلطان، وهؤلاء فيهم وفيهم. نعم، واصل. دكتور أنتم كلجنة عليا شلون تعالجون هذه الظواهر اللي ذكرناها الآن أنا وياكم؟ شنو دوركم، مهامكم؟ نعم، كلجنة بجميع وزارات المشكلة
اللي ذكرتها قبل قليل. نعم. أبو خالد عسى الله يحفظك كان في توصيات هامة بالنزول إلى الشارع إلى الميدان، ليس فقط أن نسولف من بعيد لبعيد، ولذلك المقاطع اللي رأيتوها هذه حديثة كذا، زيارات الديوانيات، زيارات الاستراحات والمخيمات والشاليهات اللي يتجمعون فيها الشباب، هذه أيضا كلها نسعى لتغطية القدر الأكبر منها. الخطة أن إن شاء الله يعني عدد معين من الديوانيات، أنا الحين راح أطلع منك وراح أروح ديوانية فيها لقاء مفتوح، اللقاء المفتوح أن الشاب يسأل وأنت تجاوب، وأحيانا يعني من خلال الأسئلة تكتشف أن هذا الشاب تأثر، ممكن يصير بينك وبينه تناصح. أيضا في عندنا ستة المبادرات هذه 46 مقسمة على الوزارات، كل وزارة تقوم بما كلفت به من مبادرات. يعني زيارتك للديوانية اللي ذكرتها بعد اللي غالي راح تروح، نعم، هل هي بترتيب مع اللجنة العليا لأخوانك وزملائك اجتهادات عندهم أم اجتهادات شخصي من عندك؟ اجتهادات شخصية هذه عندي قبل حتى لا أدخل اللجنة. نعم. وقبل نحن عانينا، احنا عايشين مع الشباب ونعرف شلون يتلبسون بالاشياء وخطوره هذا الامر. تعرف لما واحد لا قدر الله من عيالك من عيالي مثلا يغسلون مخه ويبدا ينظر لي اني كافر وان لا تجب طاعتي ولا يجب عليه انه يسمع كلامي وكذا، تعرف شنو خطوره الموضوع اخوي ابو خالد؟ اكيد خطوره. تعرف هذا الشاب شفناها في دول اخرى الى مرحله انه يظن انه اذا قتل المسلمين في المساجد وفجر نفسه انه يروح الجنه، يتقرب الى الله بهذا الفعل. الامر خطير، غسيل للادمغه، تفخيخ للشباب، ولذلك اذا ما وصلنا اليهم الحقيقه ما راح نفعل شيء. نقول احنا دولة أو الحكومة بمعنى أصح مشكورة شكلت لجنة عليا لتلاشي ومحاربة هذه الظواهر اللي قاعد نشوفها. أنتم دوركم كلجنة شفتم طلعتم، شفنا في دول صديقة ومجاورة الأمور اللي قاعد تصير، صار أحد المواقف عندنا هنا. دوركم أنتم كلجنة شنو الدور المطلوب عليكم، يحتم عليكم أنكم تحاربون هذه الجهات؟ نعم. احنا طبعا ما تقدمنا به من مبادرات هي في الحقيقة حرب لهذا الفكر، لكنها حرب بالدرجة الأولى وقائية، نبي نحمي الناس اللي ما تلبسوا بهذا الفكر. اللي تلبس بهذا الفكر هو هنا يحتاج إلى علاج، ومو علاج سهل ترى، ممكن أقول لك والله عالج، لا، وراح يوجد مظاهر من هذا. الآن في وزارة صحة في الكويت وفي أطباء وعيادات خاصة ومستشفيات خاصة، ومع ذلك توجد أمراض. هل معنى هذا أن وزارة الصحة والأطباء فاشلين وينهم طول هالسنين؟ لا يا أخي الكريم، وجود هذا الفكر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيستمر في الخروج حتى يخرج في أعراضهم الدجال، وفي روايات يخرج آخرهم مع الدجال، يعني إلى قيام الساعة. لكن نحن نسعى لتقليل الشر من خلال وقاية من لم يتلبس بهذا الفكر، بهذا الدعم بكل إنصاف أقول يعني السخي من القيادة في البلد، الحمد لله من مجلس الوزراء، من معالي وزير الأوقاف، دعم سخي جدا بنشاط فذ للأخ الكريم الأمين العام جزاه الله خير الأخ فريد عمادي، ومشاركات مباركة جدا من اللجان من الأخوة الأعضاء الوزارات. بقي عندنا التنفيذ، مركز عز وسطية الآن بدأ العمل، وهو اللي ينسق زيارات الديوانيات، هو اللي كذلك سينسق إقامة دورات للأئمة للخطباء للمعلمين. اللجنة العليا تنزل ميدانيا دكتور عبد الله، تروحون ميدانيا تزورون ديوانيات مشكلة، أن تعريف أن فلان فلاني من وزارة الأوقاف، من وزارة الداخلية، من وزارة التربية، من وزارة الجهات المعنية اللي ذكرتها. هذا اللي يحصل، ينسقون الأخوة، عندنا فريق خاص لزيارة الديوانيات، ينسقون مع الديوان، وأعلننا أرقام خاصة اللي يرغب أن نتشرف بزيارة ديوانه يتصل فينا ينسق معانا. اللي عنده ولد لا قدر الله شافه متلبس يدق علينا، نطرش لأحد أو يجينا، الولد طبعا في الغالب ما راح يجي، ولو قال له أبوه تعال ودي كل هذيلا علماء سلطان وهؤلاء مداهنون يعني بسبب عقليته وغسيل المخ. لكن الطريقة الجميلة أن نزوره ويكون الولد موجود في الديوانية، ويجيب له عاد أسلوبي وعيب، هذيلا الناس جايين يزورون لعبك تكون موجود، ويبدأ الحوار. أنا طبعا فعلت هذه مع كم شخص الحمد لله انتفعوا، والأخوة يقومون بزيارات ميدانية كبيرة بإذن الله، والطموح أكثر في المستقبل. طبعا احنا ترى بدينا عمليا يعني تقريبا من شهر، من بداية العام جانا شهر رمضان، جتنا الاختبارات، جتنا العطلة الصيفية، نوعا ما عرقلت العمل.
ولذلك حتى الأخوة بس من دكتور من خلال اجتماعكم حطيت لكم مثلا استراتيجية مستقبلية مثلا؟ نعم هذه موجودة الحمد لله. مدام تقول يعني الظروف اللي عطلة صيفية، اختبارات عطلة صيفية، شهر رمضان المبارك، أمور كثيرة، العيد، فعطلت الأنشطة والفعاليات لكم، بس من خلال هذا الوقت هل لجنة بأعضائها الكرام شكلت لجنة استراتيجية نظرة لها بعد؟ لأن المعالم الآن أصبحت واضحة لدينا، يبون من ينصحهم، يبون الشباب من يرشدهم، يبون من يكون سند لهم. طبعا بلا شك أن اللجنة العليا نفسها تقوم بهذه الأعمال، ومن فضل الله، والله أني ما أقولها مجاملة، نعم، وأنا ماني بحاجة مجاملة، الله تحت الله يوفقنا وإياهم، لكن أخوة الأعضاء يبذلون جهود جبارة، والأعضاء حتى الجدد اللواء فهد الدوسري الأخ الكريم حسن، وكذلك محمد العواش يبذل جهود عجيبة، وكيل مساعد في الإعلام وسخي معانا في التعاون، ولذلك قدمنا برامج كثيرة عبر الإعلام، الإذاعة والتلفزيون بالتنسيق. ولكم برنامج خاص في تلفزيون الكويت للوسطية؟ أنا عندي قدمت برنامجين، الوسطية وبرنامج الوسطية حياة، والحمد لله وجدت ثمار، يعني ما هي الطموح اللي نطمح له، لأن بس وصلت قدرت اليوم القنوات متابعتها ليست كالسابق، الخطورة وين في برامج التواصل الاجتماعي، لكن من فضل الله حتى برنامجك هذا لما ننتهي منه وتنشرونه جزاكم الله خير، احنا نروج له وين وننشره في برامج التواصل الاجتماعي بأعداد كبيرة، يعني عندنا حسابات متعاونين معاها تصل أحيانا إلى أكثر من 1,000,000 شخص داخل الكويت، أما اللي برا الكويت فالحمد لله الأعداد كبيرة، وإن كنا إحنا نركز على الكويت بالدرجة الأولى. نعم، يمكن دكتور يعني نأخذها بشفافية أكثر ونبسطها لمشاهدينا أكثر، يمكن يقولك في التواصل الاجتماعي تويتر الشباب أو المغردين يقولك ها اليوم في باص، يعني من نوع الحديث إنه قضية حطوها والعموم تلاحظ اتجه مع هذا الاتجاه. أنتم هل تنورونهم عبر مغردينكم عبر مواقعكم يا أخواني هذا ليس بصحيح، هذا ليس صالبك الجواب، تلقى الكل يدلو بدلوه ويفتي أنه صار كذا حط كذا، لأن بالواقع والملموس التواصل الاجتماعي أرض جاهزة لبث الإشاعات، صحيح، لتسويق أي فكر أنت به، وهناك عقول للأسف تصدق، يعني حتى لو مو بكلام لو برتويت سواها أنت مؤيد هذا الحدث اللي صحيح. اولا اخوي ابو خالد، انا قبل ان اكون يعني امين سر لهذه اللجنه انا مغرد وكنت نشيط يعني ولا زلت الحمد لله، لكن قل النشاط ها ولك متابعين الحمد لله، يعني من 2011 تقريبا من بدايه ما بدا التويتر يقوى في الكويت شاركت من شهر ابريل 2011، وحصلت نقاشات مع بعض هؤلاء، واحيانا يعني يحصل اتفاق على موعد معين ومن فضل الله يجون وتشرف بزيارتهم شباب متعاطفين أو شباب حتى متأثرين أو العكس، أني أنا أتشرف وأروح أزورهم ونجد الحمد لله ردود يعني فعل طيبة. هذا فقط أنا أتحدث عن نفسي، ولا ترى في من الدعاة الفضلاء والمشايخ النبلاء من يقوم بأكثر من هذه الجهود جزاهم الله خير، سواء ظهروا إعلاميا أو كانت جهودهم في الخفاء زيارة الشباب والتواصل معهم إلى آخره. فنحن أحيانا أنا عن نفسي يعني القضايا اللي تهز المجتمع كما يقال أشارك فيها، لكن أحيانا ليس بصورة مباشرة، إذا صارت إشاعة أو كذا أذكر إخواني أذكر أخواتي بأهمية التثبت، إذا صارت تهمة روجت ضد الأخ الكريم داخل السهلي وكذا احنا الحين ما تأكدنا من ثبوتها من عدم، وذكر الأخوة أهمية التثبت وأن لا نرمي أحدا بما قد يكون بريئا منه فنندم في نهاية المطاف، وغيرها وغيرها، والحمد لله وجدت يعني آثار، وأحيانا بعض الأخوة قد ما يعجبه طرحك وينتقدك، وأنا والله أكثرهم مو كلهم طبعا أكثرهم يعني نتقبلهم وكذا ونقولهم جزاكم ونسامحهم حتى، أما بعضهم لا، بعضهم يكون ظالم الحقيقة، ظالم يعني يعرف أنه كذاب ويكذب ويستمر، مثل هذا العفو عنه خطأ، خل لعله يرتدع عن هذه الأمور. فالحمد لله في تواجد الآن، حساب المركز هو طبعا كان قديم لكن الآن طور وعدل وحذفت الأشياء القديمة لما فيها من مخالفات، يعني من غير المقبول مركز وسطية في الكويت وفي يوم من الأيام يكون يروج للثورات مثلا، هل الكويت بحاجة لثورة؟ أنت جهة رسمية تروج حق ثورات،
أمور، فكل هذه عدلت. هذا كان في السابق وتم تصحيحه في الوقت الحالي. نعم الحمد لله، وأصبحنا الآن حتى الحساب أنا أتابعه من بعيد لبعيد، طبعا أدش وأشوف المنشن شنو قايلين، شنو كاتبين، شنو الانتقادات على المركز أو على اللجنة، ونستفيد منها. طبعا أنا لست صاحب قرار، أعرض الأمر على إلى الأخ الكريم الأمين العام أولا، وهو رجل متفاعل مع هذه الأشياء جزاه الله خير، وعسى ربي يعطيه الصحة والعافية، خصوصا أمور الإعلامية، خصوصا ما يطرح هنا. إذا كنا وقعنا في خطأ ترى مو عيب نقول أخطأنا يا جماعة، ونصحح خطأنا إن شاء الله، وإذا كان في أشياء تحتاج إلى إيضاح وضحناها، وإذا كانت أمور تشغيبات ما لها داعي تركناها وعسى الله يحفظها. لأن دكتور عندنا يعني أكثر من تغرير من قبل اللجنة العليا لتعزيز الوسطية، نعم. فلها رسائل جميلة، ودي هذه التقارير اني استثمرها في البرنامج ونوصلها كرسائل للهدف اللي انتم يعني حاطين وحابين او حابين معنا صح ان اكثر الشرائح. ونحن بدورنا نشكرك على هذه المبادره وعلى هذا النشر لمقاطعنا. الله يرحم والديك وجزاك خير دكتور. مشاهدينا الكرام نشوف هذا التقرير ونرجع مع ضيفنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا التقرير دكتور عبد الله. يعني للامانه هذا التقرير للاسف جينا في وقت وفي زمن وفي لحظات بيوت الله أصبحت غير آمنة، وهي آمنة من طلعنا الدنيا من عرفنا خوي أبو خالد. مع الأسف أولا المساجد كانت واحة الأمن والأمان، وكان الإنسان إذا شعر بشيء من الخوف من أوائل ما يفكر فيه اللجوء إلى الله عز وجل من خلال الخلوة في المسجد. كانت المساجد لا يفكر أحد في يوم من الأيام أن يحميها أو أنها تكون مصدر للقلق. اليوم بسبب أفعال هؤلاء هداهم الله عز وجل وكفى المسلمين شرهم، أصبحت المساجد مصدر قلق، وأصبحت الدول بحاجة ماسة لحماية المساجد، وأصبحنا نذهب إلى المساجد في الجمع والجماعات ونرى الإخوة الكرام رجال الأمن يحمون الناس ويفتشون الناس بطريقة طبعا سلسة، أنا الحقيقة أشكرهم عليها جزاهم الله خير، ويبدون يحمون الناس. ما كنا نرى الدوريات تقف أمام المساجد، ما كنا نرى رجال الأمن مدججين بالسلاح يقفون في الأبواب. ترى هذا الأمر نشكرهم عليه، بيض الله وجيههم، لكن وجود هذا الأمن وهذا المظهر أمام المساجد هو أمر محزن جدا. خذ بس الزمن حتم عليهم انهم يوقفون بلا هذه شك الوقفه، وهذا واجبهم لو قصر والله عز وجل يسالهم. لكن يا اخي الحبيب انظر الى هذا الشاب اين وصل عقله حتى اصبح يفجر في المساجد، يفجر في المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم نص يقول اني نهيت عن قتل المصلين. الامر ليس سهلا، كما تفضل الشيخ فهد الجنفاوي جزاه الله خير قبل قليل بذكر النصوص الخطيرة في الوعيد في من قتل النفس البريئة. ترى النفس البريئة ليست فقط نفس المسلم كما يظن البعض أن بس المسلم معصوم، لا، حتى من غير المسلمين أصناف كثيرة بل الأكثر مهما كانت ديانته المعاهد نفسه معصومة، وكذلك الذمي نفسه معصومة، وكذلك المستأمن نفسه معصومة. وعندنا فقط الذي يجوز لنا أن نتقاتل معه هو الحربي اللي بيننا وبينه حرب، قتال شريف، قتال عفيف، قتال لا تمثيل فيه. حتى في هذه الحرب لا نقتل الأبرياء اللي هم بمصطلحنا اليوم المدنيين، النساء، الأطفال، رجال الدين، كبار السن الذين لم يقاتلوا، هؤلاء لا يجوز قتلهم. هذه ثقافة غيبت. وأنتهز هذه اللحظة أخوي أبو خالد حتى أشكر الأخ الكريم الدكتور فهد الجنفاوي، الشيخ خالد قزار، الدكتور راشد العليمي، وكل المشايخ اللي شاركوا معنا بدون مقابل ولا حتى سألوا عن هذه الأمور، إنما قاموا بهذه الأعمال التطوعية على الرغم من أننا يعني كبدناهم كبيرا وكثيرا من العناء في التصوير والإعادة وإلى آخره، مشقة فيها، عسى الله لا يحرم الأجر. وهذا إن دل وأنا أخوك لا يهمني يتابعنا يدل على أن الشرفاء من أبناء الكويت كثر، وأنه إذا وجد يعني بعض الشاذين في هذه الأمور لا يغطون المساحة العظيمة من هذا البياض الذي في قلوب أهل الكويت، عسى الله يديم عليهم. الله يجزاكم خير دكتور. يمكن دوركم يحتم عليكم ودينكم يحتم عليكم وحبكم وانتمائكم لهذه البلد يحتم عليكم، فذكرت أنه في عبر
مغردين أو عبر المواقع الخاصة لكم كلجنة أو كشخصي، تقول أنت أنا كنت أعمل وأنور، كنت سواء قبل اللجنة وفي اللجنة ولو حتى بعد حتى اللجنة، حتى لو تركنا اللجنة قبل أن نقول لجنة، هل يجيها مثلا ردود من بعض الأشخاص اللي ما يعجبهم وسطيتكم ونهجكم وانتمائكم؟ أبتديها معاك أن هذه الجملة: سوف يأتيك يوم، يوما ما تمشي ورأسك على كتفك. فعلا هذه جتك الرسالة؟ في تويتر كثر يقولون. ومن منو جتك هذه الرسالة؟ من مغردين بأسماء مستعارة، وليس واحدا ولا اثنين، بل يمكن ما يمر شهر إلا أسمع مثل هذا أو أقرأ مثل هذه الكلمات. لكن تأكد أن اللي تجرأ على هذه الأشياء في الغالب ليس من المنظمين في هذه التنظيمات الخطيرين، لا، لكن تجده من، يعني إن صح التعبير، من سفهاء القوم، مثل ما يقولون أهل الكويت قبل: خذ علم من القوم من سفهائهم. هذا وأمثاله. لكن ترى الحافظ الله عز وجل، الإنسان ممكن الحين يطلع يموت في حادث سيارة. صحيح. الوسطية هل هي محاربة؟ حساباتكم محاربة؟ فكرة هذه اللجنة محاربة من أعداء الدين وأعداء البلد وأعداء، سواء من الخارج بمعنى أصح أدق؟ بلا شك أنها محاربة من أعداء صرحاء وأعداء أخفياء، وربما تجد بعض من يدعي هو بنفسه الوسطية وهو يحارب الوسطية، وربما تجد يعني من يكون طرحه معتدلا بعد الحوادث، لكن قبل الحوادث لا هم له إلا شحن الشباب وشحن القلوب. ترى أنا لما أقول حق الشعب الحكومة كافرة والحكومة طاغية والحكومة ظالمة والحكومة أكلت حلالنا والحكومة سوت فينا والحكومة سوت فينا، بعدين يفجر الشاب، أقول ليش فجرت؟ هذا الشحن الموجود، ونحن كمختصين نفهم ما يدور بين السطور. مثل ما أن السياسيين أحيانا إذا صرح شخص بتصريح، يمكن نحن البسطاء نقرأ التصريح على وضعه، لكن السياسي الآخر يفهم أشياء غير، يفهم أن هذا التصريح فيه ما بين السطور أمور. نحن ندرك تغريدات معينة، ندرك مقاطع معينة، ندرك تصريحات معينة لأشخاص، والمصيبة أن هذا الشخص ممكن يجيك في يوم من الأيام يقول لك: لا، أنا ضد التفجيرات وأنا ضد هذه الأفعال وضد التنظيمات هذه وضد، وهو في يوم من الأيام كان يصرح. نعم، وهؤلاء ترى هم الخطر، هم اللي حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. الخوارج أخوي أبو خالد، يعني الذين يكفرون المسلمين، الذين يتبنون سفك الدماء والخروج على الحاكم المسلم، هؤلاء العلماء يقسمونهم إلى قسمين: خوارج قعدية. من القعدية هؤلاء؟ الذين يزينون للناس الخروج ويحثونهم على الخروج، لكن هم في أنفسهم لا يخرجون. حتى بعضهم لو سألت ليش ما تخرج، ممكن يقول لك: والله المصلحة أني أنا ما أفعل. ليش ما تروح الجاهد وانت قاعد تحث عيال الناس على الجهاد؟ يقول لك: لا، أنا أقعد هني وأجمع لهم الأموال، أو أني أغطيهم تغطية إعلامية أنفع. والواقع أن ولد هذا الشخص ولده لو يروح قلب الدنيا. لذلك أخي الكريم، هذا الصنف من الناس من أخطر ومن أعظم أسباب انتشار هذا الفكر، هذه العينة. واللجنة العليا تدرك هذا بفضل الله. تعالجونهم أنتم مثلا، تشوفون هذا يبقى الدور، يعني الأخوة في وزارة الأوقاف جزاهم الله خير، وتحديدا أخ الوزير، يعني عيونهم ساهرة في متابعة مثل هؤلاء وإيقافهم، وخصوصا الأخ الأمين العام جزاه الله خير، الأخ فريد، أيضا له جهود في هذا لأنه عضو في لجنة الوظائف الدينية فموجودة. وهذا الشخص اللي يغرد بالطريقة هذه ممكن يخدع أناس آخرين، لكن المختصين ما راح يستطيع إخدعهم، يقولوا: أنا ما قصدت أو كذا، أو يروح مكان ثاني ينكر وأنا قصدت. لا، نحن ندرك ماذا يقصد، لماذا نصح الشباب بالاستماع للداعية الفلاني، ولماذا نصح الشباب بمتابعة المغرد الفلاني،
ولماذا نصحهم بالكتاب الفلاني. كل هذا نعرف أن هذه دعوة لهذه الأفكار لكن بشكل غير مباشر. عسى الله يهدينا وإياهم سواء السلام إن شاء الله. دكتور يمكن تقول تركيزهم في الوقت الحالي عبر التواصل الاجتماعي تويتر ومغردين ويحطونها دور يحتم عليكم أنتم كلجنة أنه يعني واقع أنه ننزلهم في أرضية الملعب نفس ملعبهم ملعبهم في التواصل الاجتماعي إحنا كلجنة كمشايخ كالدين كجهات رقابية كجهات مسؤولة في دولة الكويت ننزلهم في نفس الملعب عشان نحمي فلذات أكبادنا عيالنا وبناتنا من هذا التطرف. كذلك دور يحتم عليكم في لجنتكم ومعكم في نفس اللجنة اللي هي وزارة التربية في توعيتهم ونضجهم حتى مستقبليا لما يبلغ لما يكبر أنه لديه فكر ولديه توعية أن هذا المنهج منهج منحرف ومتطرف. نشوف هذا التقرير ونرجع مع ضيفنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. دكتور قبل أجاوب على السؤال اللي سألتك إياه قبل أطلع تقرير بس كتعليق على هذا التقرير وذكرت أنه من يسمع الأغاني أو الأناشيد الجهادية لابد التركيز عليه وهذا واقع صار وحدث في أحد الدول الخليجية الله يحفظهم يرعاهم بإذن واحد أحد ويبعد عنهم كل مكره. دكتور تعليقك على التقرير. نعم أولا أبو خالد ترى الجهاد من الدين وشعيرة عظيمة لكنه ليس بالصورة التي يظهر بها هؤلاء. هؤلاء يقوم ما يقومون به هو إفساد وليس بجهاد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بنبل وبإنسانية وجهاد لا ظلم فيه لأحد ولا اعتداء. الله تعالى يقول وقاتل الذين في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا حتى في حال الحروب. لكن هؤلاء ومن يروج لهم تصريحا أو تلميحا وهم عندهم مبدأ كتبه أحد الأشخاص في كتابه أن نحن يجب علينا أن البعض يشجع التفجيرات فإذا وقعت لابد أن البعض الآخر يستنكر يقول لا هذه ليست من الدين. وهم متفقين كتاب موجود بهذا الاسم وصاحب هذا الكتاب في يوم من الأيام استدعي للكويت حتى يلقي محاضرات في الوسطية. تخيل معي يعطينا محاضرات للوسطية. أنا كنت حضرت لأني إمام وخطيب شخص بمثل هذا الفكر ويستقطب للبلد ويحث الناس على الوسطية. النزول لهؤلاء هو المهم أخي يبدأ. ترى أنا وياك الحين جزاك الله خير أنت فتحت لنا باب عظيم الله لكن يسلح. المتابعين أو هؤلاء الذين يتبنون هذا الفكر أكثرهم ما يتابعون أكثرهم لا يقرؤون أكثرهم في لحظات ينفلت من إيدك ولدك أخوك جارك تستغرب أنه شلون صار هذا فلان كذا. ولعل كما أشرت قبل قليل يعني شاب تدين خلال شهر راح قتل خاله لأن خاله عقيد في السلك العسكري في بلده نعم. وبعدين يوجه رسالة لأمه قبل أن يفجر بنفسها يقول لها يمه والله أن أخوك هذا كان من أعداء الله عز وجل ومن أعداء الدين. لا ينخدع أحد يا إخواني. أصحاب هذا الفكر يرون الحكومة بوزرائها أعضاء البرلمان المحامين يرون وكلاء النيابة يرون كل من يعمل في السلك الحكومي كافر العسكري أو كل الموظفين الكل لأن يعني. أنا وأنت عندهم من أعوان الطغاة من أعوان الظلمة نعينهم على كذا وثم يستدلون بآيات على وجه غير صحيح. فلا شك أخوي أبو خالد أنك نبهتنا على هذا. هو الأمر الهام أننا ننزل الميدان والمشايخ ترى غيرنا كثر بفضل الله يتبنون هذا الأمر لله ديانة يرون أن من خيانة الأمانة أن لا يصدعوا بالحق. دكتور عشان عندي دقيقتين بس الوقت داهمنا. ذكرت أنا قبل التقرير أنه تنزلون لهم في التواصل الاجتماعي وتواجهونهم وتقابلون الحجة بالحجة هذا ديدنكم وتعملون الآن موجود الحمد لله. مدارس وزارة التربية تنورون الطلبة والطالبات بحدث الأمور اللي قاعد تصير هذا عملية إن شاء الله التوعية. الموسم القادم نحن طلبنا اجتماع معين في اجتماع لمدراء المناطق التعليمية مع الأخ الكريم الوكيل المساعد للتعليم العام وطلبنا أن نحضر هذا الاجتماع بكادرنا النسائي والرجال. عندنا أخوات يعني فضليات من ذوات الخبرة في هذا الباب ونريد أن نوجه رسائل سريعة وخفيفة مثل هذه وين في طابور الصباح ونطمح أن في العام الدراسي القادم نغطي جميع المدارس
الابتدائي لهم رسالة خاصة، المتوسطة لهم رسالة خاصة، الثانوي لهم رسالة خاصة. هذا ما نتمناه. والأخوة في التربية بكل إنصاف يعني يمدون أيدي التعاون. والأخ الدكتور سعود الحربي أمسي عليه بالخير وأشكره شكر جزيل على حرصه وعنايته وجهوده، يقوم الحقيقة بمجهودات كبيرة داخل الوزارة، عسى الله يثيبه ويبارك. الله يجزاك خير. الدكتور عبد الله شريكة أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية في مجلس الوزراء. نعم. كمسمى عشان ما قلنا وزارة الأوقاف لأن عرفناك كل الأوقاف. خلني أسرق منك دقائق بس. إيه بس لأن الوقت دهن. انتهينا. ودي دكتور بس أنا طلب مني لك. نعم. أن لكل حدث ردة، يعني لكل فعل ردة فعل. نعم. ولكل حدث تلقى هناك المغردين بتحديدا. في أمور مرت علينا والكل يعلم فيها. ونحن كوسيلة إعلامية نلتزم بما يحتم علينا من الجهات. أحسنت. في دولة الكويت. نصيحة لهم أنه التزم الصمت، الصمت مرات حكمة، مرات موعظة، مرات يساعد بلدنا. نعم. حديثك أو تغريدك يضر ما ينفع. الحديث لك عشان قبل أختم. الله يجزيك الخير، ولعل هذا مناسب يعني في أي قضية تطرح. يعني الأخوة المغردون واجب عليهم التثبت. يا أخي الكريم، ليس المهم أنك بس تغرد وتبدي رأيك، ترى إبداء الرأي إذا كان فيه خطورة، خصوصا إذا كان هذه التغريدة تحمل تشكيكا بالآخرين، سواء تصريحا أو تلميحا، أو تشكيك في قدراتهم، أو تشكيك في عطائهم، أو تشكيك في إخلاصهم، أنت في غنى عن هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كثرة القيل والقال، والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة اللسان في أحاديث كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن المرأة ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يخر بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. أحيانا قضايا أخلاقية لا تخوض فيها وانت ما تدري، صدر فيلم، طلع مقطع، طلعت صورة، خبر انتشر، لا تخوض في أعراض الناس وانت ما عندك دليل وبينة، قد يكونون أبرياء. كذلك أحيانا الدولة تطلب من رعاياها أنهم ما يخوضون في هذا الأمر. يا إخوة، والله مو مجاملة ولا مجاملة للدولة ولا، لكن إذا صدر هذا القرار شرعا ما يجوز لك التخوض في هذا الأمر. إذا طلب منك من قبل ولي الأمر أو من خول ولي الأمر أنك ما تتكلم في هذا الموضوع شرعا، ما يجوز لك تتكلم فيه. شكرا لك الدكتور عبد الله شريك، وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. والله يحفظ الجميع بإذن واحد أحد، والله لا يغير علينا بإذن واحد أحد. إعادة هذه الحلقة باكر الساعة 2 الظهر. وهذا أنا أخوكم بداح السلي، أترككم في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.